أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. ما هي دلالات وتوقيت تظاهرات جمعة قلب المعادلة التي قادها ثوار تشرين اليوم في ساحة النسور بالعاصمة بغداد، خاصة مع استمرار اعتصام أتباع التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، حيث خرج متظاهرو ثورة تشرين في ساحة النسور في العاصمة بغداد للمطالبة بإسقاط العملية السياسية برمتها. وقالت مصادر صحفية بأن المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة النسور غربي العاصمة بغداد رددوا شعارات ضد الوضع السياسي الحالي والأحزاب، مطالبين بإسقاط النظام السياسي. وكان عدد من ناشطي تشرين قد أكدوا في وقت سابق تنظيم تظاهرة تحت واسم جمعة قلب المعادلة للمطالبة بتغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين، ومؤكدين على مطالب الشعب الملحة في تحقيق العدالة والمساواة. دعونا نتابع هذه الصور من ساحة النسور في العاصمة بغداد هذا اليوم. ويشترط متظاهرو تشرين في الاشتراك في احتجاجات التيار الصدري بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بأن يقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتورطين من أعضاء التيار باستهداف المتظاهرين في ساحة الحبوب في محافظة ذي قار التي وقعت في يناير كانون الثاني من عام 2020، حيث توجه أصابع الاتهام لأعضاء التيار الصدري بالوقوف وراء قتل نحو 20 متظاهرا منهم. وأصدر تجمع قوى تشرين أمس الخميس بيانا موحدا ردا على زعيم التيار الصدري فيما يخص مطلبه باشتراك الشعب في الاحتجاجات الصدرية، وجاء فيه بأن المتظاهرين المدنيين اجتمعوا في محافظة واسط مؤكدين بأن مطالب الصدر كانت الهدف الذي خرج لأجلها الشعب في انتفاضة تشرين، ولم تتحقق بفعل وحشية النظام واندساس الأحزاب في صفوف المتظاهرين. وأضاف بيان قوة تشرين بأن التجارب العديدة بين الشعب والتيار الصدري قد خلفت فجوة تحتاج إلى ردم جاد وحقيقي، فضلا عن تذبذب القرارات القيادية للتيار وعدم وجود خريطة طريق واضحة للاحتجاجات الحالية، وهو ما يستلزم وجود تطمينات وضمانات حقيقية للجماهير للوقوف جنبا إلى جنب مع مطالب الصدر. ردد متظاهرو ثورة تشرين اليوم في ساحة النسور بالعاصمة بغداد في جمعة قلب المعادلة هتافات تؤكد على إسقاط النظام السياسي الحالي في العراق. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هذا وعد، هذا وعد، تشرين ما تسكت بعد.
إذن ما هي دلالات وتوقيت هذه التظاهرات لثوار تشرين التي خرجت اليوم في العاصمة بغداد؟ ما دلالات هذا التسمية، دلالات تسمية هذه التظاهرات بجمعة قلب المعادلة مع استمرار اعتصام التيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد؟ معنا اتصال كاظم ناشط من الناصرية. مرحبا بك معنا أخي كاظم. كاظم، أنت ناشط في ثورة تشرين، برأيك ما هي دلالات خروج هذه التظاهرات اليوم في العاصمة بغداد من قبل متظاهري ثورة تشرين؟ مرحبا بك. أهلا وسهلا ولقناتكم الكريم. يا هلا بك. بالنسبة لتشرين، حول الطاقة النظام السياسية رأيها واضح ما دار اليوم. طبعا لم يخرج عن مطالب ثورة تشرين الأساسية. الكل يطالبون بإسقاط النظام، الكل يطالبون بنظام جديد يضمن حقوق الناس، الكل يطالب بتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف. وهذه مشكلة كبيرة طبعا. المطالب لم تعد على رأي تشرين، لكن المشكلة أين؟ المشكلة أننا من البداية أعلنا قبل أن يخرج الصدري ومنذ أن اختلفوا حول تسلم منصب رئاسة الوزراء وخرجوا من الحكومة وسحبوا مواضعهم، حذرنا من المشاركة في أي تظاهرات سياسية، وهذا الشيء كنا نتوقعه. ونرى أن ثورة تشرين قد تحالفت مع الصدريين أو وضعت يدا بيد مع الصدريين. وبعد فترة، وهذا شيء متوقع، حصل تقارب أو تفاهم بين الصدريين وبين النظام، وانسحب الصدر من المنطقة الخضراء وترك التظاهرات. ما هو موقف التشرينيين في هذه الحالة؟ نحن نقول ليس لدينا مشكلة مع المظاهرات، لكن المظاهرات ما دامت هي سياسية مع شخص يعني أو مع جهة هي شريكة الطبقة السياسية الحاكمة لمدة 20 عام، ولدينا أيضا ملفات فساد، جميع الصدريين أو كبار الصدريين وغلاة المسؤولين الصدريين طبعا متورطين ملفات فساد كبيرة، فكيف لنا أن نكون جزء هل تعتبر تظاهرات اليوم أخي كاظم التي خرجت في ساحة النسور، يعني هل هي مع تظاهرات الصدر أم هي منعزلة وجاء العنوان بجمعة قلب المعادلة، أم هي منفصلة؟ لا أعتقد ذلك. ما جاءت هذه المظاهرات جاءت للتوقيت الذي يقوم فيه التيار الصدري بالمظاهرات، ومع صلاة الجمعة المعلنة يعني قبل فترة، فهذه تحسب مظاهرات يعني ضمن تظاهرات الصدريين ولا تكن على هذا الإطار. التشريع يجب أن يكون له دور، أن يكونون حاليا سعيدين، ليس يعني يتركوا ساحة التظاهر، لكن عليهم أن لا يكونوا جزءا أو يكونوا يعني تابعين لجهة سياسية معينة. أذكرها حاليا هي معروفة، المظاهرات يقودها الصدريين، والصدريين هم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة ومتورطين بملفات فساد كبيرة. الصدريين هم طبعا المتظاهرين، هم الأحرق قيامنا نحن في ساحة الحكومة، وقتلوا الكثير من شبابنا وشاركوا في قمع التظاهرات، وحتى لاحقوا النشطاء إلى بيوتاتهم وكان تسجيل العبارات في منازل او امام منازل بعض النشطاء. يعني بيان يوم امس في وسط اخي كاظم وصف بان هناك اخي كاظم بيان يوم امس وصف بان هناك فجوه كبيره بين التشرينيين وبين التيار الصدري بسبب ما ذكرت من المجازر التي حصلت إن كان في الناصرية أو في النجف أو الاعتداءات في العاصمة بغداد، هل يمكن ردم هذه الفجوة كما جاء في البيان؟ طبعا لا يمكننا أن نقف في التيار الصدري بهذه السهولة، وعن نفسها الماضي وعن
الكثير من الأخوة كان لهم رأي آخر أنه سيشاركون مع التيار الصدري في هذه التظاهرات والأمور تسير سيادية، لكننا لنا رأي واضح الصهيون جزء من هذه المنظومة السياسية. وهناك ملاحظة، هل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أعلن مثلا، يعني كان يتعين عليه أن يعلن بأنه في حال تضارب الشعب معه، كما أعلن بعض الأشاعر بأنها ستتضامن مع التيار الصدري، في حال أصحاب المنظومة السياسية الفاسدة والتأسيس إلى نظام سياسي جديد كما يطلب الكثير من الناس أنهم يطالبون بنظام جمهوري ليس برلماني، مع النظام البرلماني. لكن المشكلة أين؟ هل أن الصدريين سيسلمون السلطة إلى يعني شخصيات وطنية بعيدة عن الحزبية وبعيدة عن الصدريين أنفسهم، أم أن التيار الصدري هو الذي يتسلم الحكم؟ إذا تسلم التيار الصدري الحكم هذه مشكلة كبيرة طبعا. التيار الصدري لا يختلف كثيرا في ايديولوجياته عن الإطار وغير الإطار، هم شركاء، هم قتلة أيضا، الكثير من القتلة ليس كلهم هم فاسدين، هم يؤمنون، والمشكلة هذه الكبيرة هم يؤمنون بالقذائف زعيمهم. يعني في حال أي نفذ معين من أي جهة أو من أي شخصية سيكون معرض للقتل، فنحن نطالب بحكومة وطنية سواء الأطفال لديها الصدر أو غير الصدر. أي جهة تكون أو تتبنى مظاهرات تهدف لإسقاط الحكومة، ونحن نطالب بهذا الهدف، نحن نطالب بإسقاط الحكومة بإقرار أكثر من 11 مليون. فأي شخصية أو أي جهة تطالب بإسقاط النظام السياسي والتأسيس إلى دولة مؤسسات تعيد هيبة الدولة العراقية إلى دار أعداء فلا مشكلة هنا، ونحن نؤيدهم بشدة. شكرا لك كاظم الناشط من الناصرية، كان معنا محمد، هو كذلك ناشط من محافظة ذي قار. أخي محمد مرحبا بك، ما هي دلالات وتوقيت جمعة قلب المعادلة التي خرجت اليوم من قبل متظاهري وثوار تشرين في العاصمة بغداد؟ مرحبا بك. تحياتي لكم ومشاهديكم. التظاهر التي خرجت اليوم كان قبلها بيومين هناك مؤتمر في واسط في منطقة الدبوني تحديدا. الحقيقة وكانت من ضمن المقررات أو التي تم تداولها داخل المؤتمر، كنت أحد الحاضرين في هذا المؤتمر حقيقة. كان من ضمنها أيضا تشكيل وفد لمقابلة مقتدى الصدر. وكان الوفد محافظ ذي قار موقف حاسم من هذا الموضوع، لكون ذلك حقيقة يصب في مصلحة التيار الصدري في هذا الوقت، ونحن نعرف جيدا يعني التيار الصدري وهو إلا جزء رئيسي من أركان هذا النظام. لذلك قررنا بقوة كوفد محافظة بالكامل أن ننسحب، والدليل على هذا تم إصدار بيان بعد يوم داخل ساحة الحبوبي برفض المشاركة مع كل الكتل والأحزاب والمفاوضات مع كل هذه الكتل والأحزاب. نحن حين خرجنا لساحات التظاهر خرجنا ضد هذه المنظومة السياسية الكامل، لا مفاوضات، ورفعنا شعار كما هو شعار لا للتطبيع مع إسرائيل، لا للتطبيع، وهذا هو شعار واضح جدا، لا للتطبيع مع كافة أو كل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، كلهم شركاء. وهذا في كلمتي ويمكن أن أرسلها لكم داخل المؤتمر، قلت بالخط الواضح العريض أنا المتحدث الشخصي لهذا الموضوع. قلت كلنا للتعامل مع الصدري والبدري والخدعة، أنا تحدثت بهذه الطريقة بشكل رسمي وعلم وأمام الجميع وأمام هذه الحشوية التي كانت موجودة. لكن أقول ومع الأسف، وهذه بس قد يكون بعض التشريعين حقيقة يعني ينخدعون من جديد عفوا للمشاركة مع التيار السدي أو لكن التظاهرات. نحن أستاذ محمد، التظاهرات خرجت في ساحة النسور وليس في المنطقة الخضراء، هل تراها منفصلة عن اعتصام أتباع التيار الصدري، خاصة وهي جاءت باسم قلب المعادلة، أم هي امتداد للاعتصام؟ نعم. وتأييد لدعوة الصدر؟ نعم،
إذا كانت بهذا المستوى. نعم. وإذا كان حقيقة هو الهدف منها التحدث بست سنين دون الاقتراب أو تقرب التيار الثدي أو للمنطقة الصدر. نعم. هذا تحدثنا عنه بالتفصيل هذا الموضوع. ولكن هل هذا هو الموقف النهائي؟ نحن مع هذه التظاهرة حاليا اليوم، لكننا نحذر كل المشاركين وكل الوجوه المعروفة في هذه التظاهرة التي لدينا تواصل معها وقدناها ونكررها اليوم من خلال قناتكم. نعم. قلنا بأن التشرين أكبر من الصدريين والبديين والولائيين والإداريين، تشرين انتفاضة الشعب. لم وقل نريد أن ندخل تحت عباءة أي من هذه الأحزاب. نعم. بالكامل. وهذا تحذير رسمي، تحذير رسمي باسم مصطفى حافظ الأديخار. حذرناهم. إذا كانت اليوم تظاهرات بهذا المستوى فأنا معها قلبا وقالبا، لكونها تريد فعلا قلب المواطنين وقلب وإسقاط هذه العملية السياسية. وأما إذا كان الغرض منها الاستعراض بقادم الأيام، سيكون لنا موقف ولدينا مؤتمر صحفي كان من المقرر عنده اليوم. يعني أفهم منك، أفهم منك أستاذ أستاذ محمد، يعني أفهم منك بأن تظاهرات اليوم في ساحة النسور لم تخرج باتفاق كافة أطراف ثوار تشرين. نعم. والبيان صدر، ممكن نزود قناتكم بهذا البيان. نعم. البيان، البيان قرأته، قرأته نعم قبل قبل قليل يعني في بداية الحلقة. نعم. نعم. البيان كان كانوا يريدون منا البقاء لغير تصويت وإبقاء شرعية على هذا البيان. ونحن انسحبنا قبل قراءة البيان، وهذه يعني قضايا موثقة. والآن الذي يسمع هذا الصوت، الذي يسمع الآن هذا الحديث، أعتقد بأنه سوف يعرف جيدا. أنا أتحدث بحقائق، لا أتحدث بكلام يعني إنشائي. نعم. أو سمعته من فلان أو من خلال وسائل الإعلام. أنا حاضر، وهي كلمة كانت في هذا المؤتمر، نحذر ولا زدنا نحذر. على الأخوة في بغداد أيضا حذر. كلمة بغداد أحد الأخوة، لا أريد أن أذكر اسمه، ألقى كلمة وحذر من التفاوض أو التقرب من مقعد أو من يعني التيار الصدري. كاظم، كاظم إذا تسمح لي أستاذ محمد، كاظم وهو ناشط كذلك من الناصرية، قال لا يعني لا نستطيع الثقة بالتيار الصدري بسبب ما ذكره، وهو ما موجود كان قبل سنتين تقريبا، المجازر التي وقعت في الناس في الحبوبي، في النجف، في بغداد. ألا يمكن الجلوس مع التيار الصدري في حال يعني تعهد بتقديم من قام بهذه المجازر؟ هل يمكن، هل يمكن الثقة؟ حديث نبوي شريف. نعم. حديث نبوي شريف يقول العاقل لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم. ونحن لدغنا عشرات المرات من التيار الصدري. أنا شخصيا الذي يتحدث معك. نعم. تعرفوا للتهديد والقبع والضرب وغير غير من قبل التيار الصدري. وأيضا التيار الصدري شارك بالدخول إلى ساحة الحبوبي وحرق الخيم، وأيضا دخل بقبعاته الزرقاء إلى ساحة الطيران وساحة التحرير، وأيضا قال بمحاولة تشويه وتسخير سمعة المتظاهرين عندما كانوا في ساحات التظاهر. وبعد أن رفضنا أيمن التيار الصدري على ساحات التظاهرات انقلبوا علينا. هم يرضون من تشرين ومن أبطال تشرين ومن قوات تشرين، لا يرضون المشاركة بالقرار، بل يرضون التبعية لهم. لذلك نحن لا نثق بالتيار الصدري ولا بقيادات التيار الصدري، ولا يمكن في يوم ما أصلا أن نفكر. نعم. بالتحاور مع التيار الصدري. لذلك نحن أعلننا ذلك ونعلن اليوم أيضا من خلال قناتكم، أعلننا في ساحة التحبوبي، وسوف نعلن لاحقا أيضا هذا في مؤتمر صحفي أيضا في بيان. نعم. يوضح التفاصيل ويحذر أيضا كما معنا أخواننا في السمار الذين رفضوا والعمارة الذين رفضوا وفي بغداد الذي بالأساس أيضا رحب المشاركة والمفاوضة مع التيار. أنا أعتقد بأن أي مناورة، ومن بعض الموجودين. نعم. في ساحة التظاهر اليوم، أي مناورة للتفاوض أو للتقارب مع التيار الصدري سيكون لنا موقف، وموقف شديد وقوي، سواء كان في ساحة الحبوبي أو في ساحة التظاهر، حتى سوف ننقل تظاهراتنا إلى ساحة التحرير ونعلن أمام الملأ وأمام وسائل الإعلام بأن تشرين باقية ولا علاقة لها لا بالإطار ولا بالتهناء.
اتمنى ان تعطيني دقيقه اضافيه. اريد اسالك استاذ محمد، اريد اسالك هل برايك بانه زعيم التيار الصدري سيبقى بالاعتصام ومطالبته بتغريدته الاولى بتغيير النظام والدستور، ام انه سوف يجلس على طاوله المفاوضات، خاصه اليوم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت زارته في الحنانة؟ نعم، الحقيقة يعني تعودنا على يعني لا أقول تعلمنا بل تعودنا على التيار الصدي هذه المواقف المتذبذبة والمتأرجعة في كل يوم له موقف، وهذه قضية معلومة للجميع. وأنا قبل قليل كان لي أيضا لقاء على لقاءات مع بعض القنوات التلفزيونية وتحدثت بهذا الموضوع بشكل علني يعني حقيقة. لذلك نحن نتوقع بأنه لا تقودهم مصالحهم، لا يقودهم حبهم للبلد وللشعب والدفاع، كلهم هؤلاء هم أساسا شاركوا بهذه الحكومات المتعاقبة عام 2003 ولحد الآن، كلهم لديهم الآن. أنا أتساءل وأيضا أطلب أن تسمح لي بالوقت حتى توضح للمشاهدين والكرام حقيقة أنا شاهد على ما يجري وأنا أبدو ساحات التضارب الزعامة من الدعس إلى وبيع فقط. لذلك نقول الآن الحكومة لمن؟ من يدير الحكومة الآن؟ الكابين بيد من؟ أليس الكابين الآن الذي يشف على هذه الحكومة هو حميد الغزي أمين عام مجلس الوزراء؟ أليس أن جاء بهذه الحكومة هو التيار الصدي ومنظمة فتح عادل العامري وهم الآن قد ينتقون ويتفقون من جديد وتبقى هم يتسارعون. أقول لك بصراحة للمشاهدين أقول الشعب ينظر لهؤلاء مجرد أناس جاءوا لخدمة مصالحهم والقضاء على الأصوات الوطنية بالكامل، للقضاء على كل ما هو عراقي نظيف وشريف وغيوم على كل الوطنيين. لذلك نحن نقول كما تعرضنا على يد الإطار وعلى حكومة المالكي في عام 2011 في مطار المثنى، وأنا كنت أحد المعتقلين في 15/4/2011 في مطار المثنى سيء الصيت. ايضا لا يختلفون، لا يختلف شيء اصحاب القبعات الزرقاء لا يختلفون عن المظاهر الاخرى. كلهم انا اقول لك وهذا يعني اتمنى لو كان ايضا بالصوره، انا اتحدث ولا اخاف احدا لكون قضيه الوطن هي اكبر من حياتي وافضل من حياتي. انا شكرا لك محمد ناشط من ذي قار، كان معنا محمد من بغداد. تفضل محمد هل تسمعني؟ محمد؟ نعم، فقدنا اتصال مع محمد. كريم الشملي وهو ناشط من بابل، مرحبا بك معنا كريم. ما هي دلالات وتوقيت خروج تظاهرات في ساحة النسور اليوم في العاصمة بغداد تحت عنوان جمعة قلب المعادلة؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حقيقة مظاهرة اليوم كانت نتيجة المؤتمر الذي عقد قبل يومين. نعم. في واسط وكنت أنا من الحضور في المؤتمر. حقيقة هو كانت ثلاث مقترحات. نعم. مقترح الأول أن يتبنى السيد مقتدى مطالب ثوار 20 وكان مرفوضة من قبلنا هذا الموضوع. نعم. وأخذنا المقترح الثاني اللي هو النزول إلى الساحة وإدامة زخم احتجاج 20 وإعادة ثورة 20 إلى الساحة، ويكون هذا النزول هو قلب المعادلة الإطارية والصدرية، ويكون تيار ثالث في الساحة موجود هو تيار 20 المعارض. حقيقة النزول اليوم كان في مفادين، المفاد الأول أنه 20 موجودة وعلى التيار وعلى الآخرين على الإطار أن يعلموا أن 20 لن تكون خاضعة لأحد ولن تحتاج أحد ولن تفرض أو تلجأ إلى أحد من الطرفين. 20 باقية فكر تحقيق مطالب شهداء، تحقيق مطالب شعب عانى ما عانى الويلات من هؤلاء الأحزاب ومن هؤلاء السياسيين الفاشلين الفاسدين. التيار الصدري
جزء من العملية السياسية ونوابه، وما زال النوابه حاكم الزاملي وغيره والعوادي وموجودين ما زالوا لحد الآن هم ضمن العملية السياسية الفاسدة، والآن هم موجودين بالتيار، وإحنا عانينا ما عانينا من التيار. ولكن هناك الطرف الثاني اللي هو المقترح الثاني اللي هو نتمنى أنا أحكي عن نفسي ما أحكي عن تيار تشرين، أتمنى من السيد مقتدى أن لا يعود الأولى ويغادر الخضراء ويفشل مجموعته وجماهيره ويخرجهم خائبين، لأنه تعودنا على التيار يدخل ويطلع. يعني هو كان واضح في كلمته الأخيرة أخي كريم، كان واضح بأنه حل البرلمان، حل البرلمان وانتخابات مبكرة. ما الفائدة؟ ما هي احنا انتخابات مبكرة؟ شنو اللي صار؟ ما الذي تغير؟ استاذ نعم استاذ محمد عمر معك نعم. هي وينها؟ انت تقول لي تحكي لي، انا اريد تحقيق على واقع الارض. نعم. تحكي لي كلمات، انا صار 20 سنة اسمع من عندك كلمات، انت شنو اللي حققت لي حتى اليوم؟ قبل شوية كان يحكي محمد ياسر الخياط وياك من الناصرية. نعم. رجل هذا من 2011 وياه بساحة التحرير وهو متظاهر ورجل من الحزب الشيوعي ورجل ليبرالي وعنده يعني عنده ثورات. نعم. وعنده. نعم. مواقف، وكم مرة بمرة اعتقل. احنا اليوم انا ما عندي استعداد ان ابقى اسمعك، بس انا اريد تحقيق. شنو شعده باخرت اليوم جاية؟ طيب سيد مقتدى شو يعني للمجتمع الدولي حتى تجي بخارج مثل الأمم المتحدة وتلتقي به؟ شنو يعني؟ إذا هناك أكو أسس وأكو احتمالات إنه أكو دعم من جهة خارجية تدعم هذه. وإحنا ما هي بلا صخر تلتقي مع شخصيات أخرى، التقت مع الخزعلي، التقت مع أبو فدك، التقت مع كثير من الشخصيات. لا أنا قلت لك، يعني أنا في سياق كلامك، كانت التغريدة الأولى بقلب النظام، بتغيير الدستور، بكل شيء، لكن الكلمة حل البرلمان وانتخابات مبكرة، لم يتغير شيء، لم يشر إلى العملية السياسية ولم يشر إلى الدستور في كلمته. يعني اليوم هناك تقريبا التصريحات، أغلب التصريحات توافق على حل البرلمان وعلى إجراء انتخابات مبكرة. إذن ما الذي تغير على الساحة السياسية؟ يعني بقيت العملية السياسية هي كما هي. نعم. أنا سألت أحد مستشاريه. نعم. اللي هو جعفر وسود، سألت أحد مستشاريه. نعم. ومدير مكتب بغداد، سألت قلت له هاي التغريدة اللي هو حل البرلمان والدستور وبعدين العملية وين؟ الكاظمي ما زال يقود الحكومة وموجود بالحكومة، وأنت اللي خليتوه، وأنت اللي طاعوه، وأنت اللي تحموه، وهو حماكم اليوم. ما هي الإجابة؟ طيب ماكو مشكلة ولا إجابة. أنت بعثي، أنت داعشي، أنت سستاني، هذا ردي لي. نعم. العملية وما بيها إنه إحنا بنعيش معادلة موجودة بالساحة السياسية هي إطار تنسيقي تيار صدري. ماكو معادلة، ماكو طرف آخر ثالث يقلب هاي المعادلة. فقررنا أن نطلع بالساحة وقررنا أن نقلب المعادلة، ولكن للأسف الشديد ما أقول لك أنه قدرنا أن نقلب، لا بالعكس، الأغلبية من عندنا راحوا إلى الخضراء ودخلوا بالخضراء ورفعوا صورة صفاء السراي، ومع الأسف الشديد. شكرا لك يا كريم الشمري من بابل، كان معنا محمد من بغداد. تفضل أخي محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكريمين. يا هلا بك. الله يسلمك. حقيقة المحور الحديث اليوم محور مهم جدا في الساحة العراقية. نعم. كون تشرين تمثل ثورة الفقراء والمستضعفين والمظلومين في العراق. ثورة تشرين حينما خرجت سابقا لم تخرج لأجل تحقيق مطالب جهة سياسية محددة. نعم. أو لأحزاب محددة أو شخوص ركبوا على أكتاف تشرين وأصبحوا نواب في مجلس النواب وخلوها خذلوا تشرين. ما يحدث اليوم لا. من مظاهرات، نحن تشرين خلقنا ووجدنا ونسير أينما تكون ثورة، أي ثورة كردية، سنية، شيعية، مسيحية، يزيدية، كلهم فئات الشعب العراقي. لا نفرق بين أحد. كون
توجد هناك اجندات خارجيه، السفارات اتهمنا بها والارتباطات اخرى اتهمنا بها كتشرين وعوقبنا وخطفنا وظلمنا وحدث ما حدث معنا كتشرين. اليوم انا اتعجب انه يوجد بعض الاشخاص نصبوا انفسهم مسؤولين عن تشرين. من نصبهم؟ تشرين فقراء العراق، تشرين مظلومين العراق، تشرين خريجين العراق الذين ظلموا. احنا فئات عديده من الشعب العراقي الشباب الان نلتقي، نتعجب انه يطلع فلان وفلان ينصب نفسه ويخ نفسه لاجل مكاسب، اما ان تكون حزبيه او اما ان تكون تابعه للذيول واما ان تكون تابعه لسفارات واما ان تكون تابعه لاجندات حزبيه بحته. ما يحدث اليوم نحن لا نقبل بحديث كل من ينصب نفسه، ونحن شعب عراقي السني والكردي والشيعي واليزيدي والقصابي وكل فئات. اذا ما هو رايك بتظاهرات اليوم اللي خرجت بساحه النسور في بغداد؟ حقيقة تظاهرات اليوم نحن 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 كشباب عراقي نمثل، لا نمثل تشرين، وإنما نحن جزء تشرين. لا لا يحب أحد أن يدعي أنه نمثل تشرين، نحن جزء من تشرين. وسبق وإن خرجنا في تظاهرات تشرين وقدمنا ما قدمنا والله أعلم. تظاهرات اليوم حقيقة كانت تدعو قلب الموازين، ما أعرف شلون كان الموازين حقيقة جمعة قلب المعادلة. نحن نريد قلب المعادلة، نحن نريد تغيير أينما يكون، إن كان التيار الصادق في مساره نحن نراقب وننتظر كشباب تشرين ونزالد، لا يكون صادق في مشروعه ولم يغير العملية السياسية كذا كذا، نحن نسمع أي شخص يخرج مع تغيير العملية السياسية وإقناع الفئات الجديدة نحن معه كعراقيين، مثل جزء من تشرين أو شاركنا في تشرين، هذا ما نقوله للجميع. لا يحق لأي شخص أن يدعي هو مسؤول عن تشرين أو يمثل تشرين، ما يدعون الأخوة كل ساعة يطلع واحد يدعي أنه هو يمثل تشرين، هم هو في التشرين، هم مسؤولين تشرين. لا ما عندنا تشرين، تشرين عراقيين، تشرين شعب عراقي شارك فيها كل جهة شعب عراقي. يا ولد اللي ينصبكم علينا أنه تحكمون بينا وتحكمون مصيرنا كشعب. مو من حقكم احنا شفنا من الأحزاب حتى أنت اليوم تجي تنقل نفسك عليه مسؤول. هذا ما نتحدث عنه ونقول جمعة قلب المعادلة التي حدثت اليوم لم تكن بالحقيقة بالشيء المطلوب لتشرين ومعادلة تشرين. نحن التيار الصدري اليوم يقود مظاهرة وخرج بمظاهرة يدعي فيها الإصلاح ويدعي فيها تغيير الجسم. احنا إن كان مصلح احنا وياك كشعب عراق، وإن كان ليس مصلح نموت. شكرا لك محمد بن بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد، نبقى مع أبرز هتافات ثوار تشرين اليوم في العاصمة بغداد، حيث رددوا هتافات منددة بفساد سلطة الأحزاب وطالبوا مؤكدين على ضرورة إسقاط النظام السياسي الحالي في العراق. دعونا نتابع جانبا من هذه الهتافات. كلا كلا للأحزاب كلا كلا للخونة كلا كلا
نعم، طبعا مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق لجمعة قلب المعادلة أظهرت حشودا غفيرة من متظاهري تشرين في العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذه الصور. الشعب يريد اسقاط الاحزاب، الشعب يريد اسقاط الاحزاب، الشعب يريد اسقاط الاحزاب، الشعب يريد اسقاط الاحزاب. طبعا تفاعل عراقيون ومغردون تحت وسم جمعة قلب المعادلة على تويتر، ومنهم من غرد وقال تحت هذا الوسم الذي يتصدر الترند في العراق، مهدي قال: في ساحة النسور متظاهري ثورة تشرين في بغداد يرددون هتافات منددة بفساد سلطة الأحزاب والعمل على تغيير شكل الحكم وإعادة كتابة الدستور وتحرير القضاء من المفسدين ويحاسب المفسدين ويسترجع الأموال المنهوبة ويحاسب ويقتص من القتلة والمجرمين والعملاء. أما يوسف سيرجو فقال: جمعة قلب المعادلة هي لطرح مطالب الشعب الأساسية التي رددها في تشرين، كتابة دستور جديد، تغيير شكل النظام، تحرير القضاء من هيمنة التبعية والمتخاذلين. سيف قال: جمعة قلب المعادلة ستنتصر، ثورة تشرين كلا كلا للتيار، كلا كلا للإطار، نعم نعم للعراق خالي من الأحزاب والعمالة. أحمد يقول فيها في التغريدة، يقول: مع كل صوت يطالب بحياة كريمة والتظاهرات تخدم البلد والمواطنين، جمعة قلب المعادلة. نعم، معنا اتصال حيدر وهو ناشط من النجف. مرحبا بك معنا حيدر، ما هي دلالات خروج تظاهرات اليوم في ساحة النسور بالعاصمة بغداد وفي هذا التوقيت بالذات؟ مرحبا بك، تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى كل المشاهدين والمشاهدين الله يسلمك. أهلا بك. طبعا اليوم أنا سمعت كلامك أستاذ العزيز، اليوم المظاهرات في ساحة النسور لا تمثل، ولكي لا نطعن بها، نعم، وبالشباب الذي خرجوا، نعم، وإنما هي تظاهرة تمثل آراء شخصية أو تمثل حرية المواطن، نعم، أو حرية المتظاهر، نعم، فهي تظاهرة طبيعية حالة حال أي تظاهرات، ولكن لا تحمل اسم تشرين وبعيدة كل البعد عن تشرين. البعض من الشباب، البعض من الشباب قرأ تغريدات السيد مكرم الصدر والدعوات التي وجهت له من قبل التيار بما يخص التظاهرات من أجل إسقاط النظام أو من أجل إعادة كتابة الدستور أو من أجل كثير المطالب التي عددها التيار الصدري. بس يا عزيزي اليوم احنا خلي نتابع الأحداث بصورة صحيحة. يعني أنا أوجه كلامي إلى كل مواطن ولا أخوتي المتظاهرين كذلك، احنا خلي نتابع الأحداث بصورة صحيحة وبشكل صحيح. احنا اليوم من انطلقت ثورة تشرين أو انطلقت تظاهرات في كل المحافظات الوسط والجنوب وكذلك أيدت من محافظاتنا الغربية كريمة، كانت تطالب بإسقاط نظام، كانت تطالب بعيش كريم، كانت تطالب بداية قانون الانتخابات، تعديل قانون الانتخابات وتفعيل قانون الأحزاب، وكانت كثير من المطالب. أما من ياهم للأحزاب اللي استجاب لهاي المطالب، من التيار، من الأطار، من الأحزاب السنية كذلك، من اللي استجاب؟ ما حد استجاب لهم، بل كل الأحزاب شاركت بقمع الساحات. اليوم أنا شلون أقتنع، شلون أثق بهاي الأحزاب سواء كان تيار أو إطار أو غيرها؟ شلون أثق بكلامهم المعسول وأطلع أنا أأيد أو أناصر أو أساند أو أقدم مطالب لهاي الجهات اللي هي صار لها 18 أو 19 سنة بالحكم؟ نعم. كل شيء ما قدمت للمواطن أو للبلد أو للشعب
شلون اليوم انا اثق من عدم من خلال تغريده على تويتر او من خلال بيان يقرا بالتلفاز او من خلال منشور على الفيسبوك من فرد مسؤول او كذا؟ انا شلون اثق؟ زين لو تابعنا الاحداث اليوم اللي الاطار يستنجد بشباب تشرين او بشباب العراق او بالمتظاهرين او بالمواطنين الاطار والتيار الكتلين هم اليوم يستنجدون بهاي الشباب ويرضون دعمهم. زين انا اذا رجعت السنه اللي قدامي راح اشاهد؟ راح اشاهد التيار والاطار وباقي الاحزاب كلها والمقاومات اللي تسمى اسلاميه وهي لا تحمل اي شعار من الاسلام. نعم. كانت تسوي هاي؟ ما قمعت الشباب بالساحات، ما هجرت، ما شردت، ما قاموا يطالبون من المواطن اللي يحكي كلمة الحق يطالبون بفيديو اعتذار مصور او يزين صفر او اشكال الامور اللي صارت. اليوم انا شلون اثق واطلع؟ نعم. انا يعني اعتب على اخوتي المتظاهرين اللي الله يردهم بسلامه والله يستر عليهم بحق الحسين. نعم. وعلى الشعب كذلك اللي طالع بالخضراء او بغير مكان. شكرا لك حيدر من النجف كان معنا وهو ناشط. طبعا اليوم التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصفة هذا اللقاء بأنه كان جيدا فيما رفضت التحدث عن تفاصيل ما جرى خلال اللقاء للصحفيين. وقالت بلاسخارت عقب لقائها مع الصدر في الحنانة بمحافظة النجف بأنها ناقشت معه أهمية إيجاد حل الأزمة السياسية بين الكتل. دعونا نتابع هذه الصور. جزيلا أنا سعيد بلقائكم، كيف حالكم؟ شلونكم يا الحار؟ الله يعينك. حار 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 ما شاء الله حار. طبعا من تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الزيارة، أبو فراس المشداني يقول هذا يدل بالإجماع على أن العراق محتل من قبل أمريكا وبلاسخارت تتحكم بمصير البلد من تحت الطاولة. أما سلام فقال الحنانة مصدر تقاسم الكعكة وأرجو ألا تنسون استقالة محافظ النجف بشرط يطلعون ابن المحكوم ب 15 سنة بتهمة المخدرات وبأمر عفو خاص وهذه العملية جزء من الإصلاح القادم. أبو مرتضى يقول لا شرقية ولا غربية، وان صارت أشور غربية هي تحل مشاكلنا؟ هذه الشعارات تختفي حسب المصلحة، مثل كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كل هذه الشعارات لأن المصلحة تتطلب لك الله يا عراق. أما مصطفى فقال هسه يتم التفاوض وتوزيع الغنائم وذول اللي متظاهرين بالخضراء يرجعون فارغين لبيوتهم وما يلقون طحين بالبيت وبالسوق ب50,000 وماكو ولا مياه ولا صحة ولا تعليم، ونرجع نقول ماكو فرق بين التيار والإطار وكلهم مشتركين بدمار البلاد والعباد. نذهب إلى الهاشتاج الشعب يريد إسقاط النظام. مغردون عراقيون على منصة تويتر أكدوا تضامنهم مع هذا المطلب بإسقاط النظام السياسي الحالي في العراق. مختار غرد وقال أحرار العراق لا يريدون إصلاح النظام بل إسقاطه ومحاسبة كل رموزه وأزلامه واجتثاثهم. أما المتظاهر فاخر مولود فقال ثورة العراق تعود من جديد. أحمد هو هذا المطلب الوحيد والفريد للشعب العراقي، وليس كما بعض الناس تطالب بإسقاط النظام وبعدها بيومين تأتي وتقول لا نريد حل البرلمان وإعادة الانتخابات، يقول إصلاح على طريقة النهب والمصالح الشخصية. تغريدة أخرى من عبادي يقول فيها ما لم نجده في تظاهرات الصدر من مطالب شعبية وثبات عليها كإسقاط النظام، تغيير الدستور، محاسبة قتلة المتظاهرين، يقول أجده الآن في هذه التظاهرات، وبهذا يكون لزاما علي وعلى كل عراقي حر أن يساند هذه الثورة لأن المطالب الشعب يريد إسقاط النظام. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.